داعش يعني انا اعتبره انسان مدلس وكذاب من يعتقد من يقول ان داعش والله ما تمثل الاسلام، لانه هم اساسا عاجزين على انهم يثبتون ان داعش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يملقون من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يملقون. عفوا بس خلوا وصلوا. عاجزين عن يثبتون ان داعش لا تمثل الاسلام، كل ما طلعت جريمه غير اخلاقيه ولا انسانيه هؤلاء لا يمثلون الدين، هؤلاء خوارج، الفهم الخاطئ للدين. زين قدم نموذجك، لا يوجد نموذج ديني اسلامي في العالم افاد البشريه ولا حتى يوجد. الحضاره الاسلاميه اسف حضاره دار الاسلام التي يتقن فيها التيار الاسلامي في الاندلس هي تطورت وازدهرت بسبب الانفتاح الثقافي على الدول على كتب الاغريق وترجمتها وبلشت في عهد خالد بن يزيد واستمرت 300 عام وليس من النص القراني وليس من السنه. لاحظ الفتره الخلفاء الراشده فتره الخلفاء الراشدين حتى اكد لنا الدوله الدستوريه ما لها اساس شرعي عمليه تداول السلطه بين الخلفاء الاربعه الراشدين كانت غير واضحه. يعني في عدد السقيفة صار أبو بكر وبعدها يأتي عمر تعيين من ستة اختاره أبو بكر هذا يشدل عليه بعدها عثمان يشدل عليه دليل على أنه ما في نظام لعملية تداول السلطة. هذا يدل على أن نظام الإسلامي نظام مرن. نظام الإسلامي نظام مرن. هذه مصيبة هذه مصيبة مو مرن هذه مصيبة لا مرن. موضوع تداول السلطه يكون تقول مرن فيه مره. انا تخيل انا اليوم ديمقراطي باكر اصير دكتاتوري باكر اقول انا بصير طبعا في التاريخ يسمونه فتوحات هو بالاصل في علم السياسه نسميه استعمار تعتبر فتوحات اسلاميه فتوحات اسلاميه مصطلح في علم السياسه لما تتكلم عن في علم السياسه هو استعمار ما يسمى التاريخ الاسلامي يسميه فتوحات اما هو في علم السياسه استعمار يسمى ابن رشد من حرك كتبه ابن الهيثم منو نفاه ابن سينا ابن خوارزمي منو كفرهم اسرائيل ولا امريكا ما كانوا موجودين ربعنا خلينا نكون صريحين نقد شوف كل الامم تتقدم اذا قامت بنقد تاريخها احنا بس نمجد في التاريخ لا يمكن حاضرنا تعيس لان احنا مزدوجين